صباح الخير خوتي. كنت راقد في الماريكا نصت لقيت روحي في كندا. رقدت اول نهار بيت نخدم فيه مع حبيبنا نصت فيك في الماريكا لقيت روحي في كندا والكوارات سيد خل كندا فار اير هاك شوف ديجا راني غري مغمض هاي كندا حكمونا على كوارتها والبرجة في ديترويت غلط في طريق بشت لقينا رحنا في كندا قلنا لهم غلطة حتى راني نشوف نورنا راني نشوف آغيت راني نشوف بالكيلومتر هاش بقى هنا يا يتشكيو يتشكيونا كوارتنا ماما عندهم يديروا أمريكا إنجليش فرنسي هو رئيس الوزارة تاعهم فوالا ولتو عطاونا الوراق مركب اسماواتنا وعطاونا خريطة هاك فاش نولو باش ثاني كي نولو للماريكان ما يقولوناش علاش جيتو باسكو ما نرفدين لا باسبورات لا جرين كارد لا والو هاي اللي كان اونتاريو ودوكا باش نخرجو راح نتبعو هذه البيكاب تراك هذه باش تفتح لنا الحدود انا رافدين امازون ها تبعوا هذا باش يفتح لنا نعاود نولوا الماريكان وان شاء الله امريكا ما يديرولناش مشكله باسكو ما نشرف دين كوارت فوالا تبعوا هذا البيكاب هذا تاع حارس الحدود الكنديه باش يخرجنا يا محينك شغل كش مشرقنا هاوليك وصلنا لهنايا باش ندورو ثانك يو دوكا راح نولو ذي US هاوليك ها كرنسي اكسشينج اللي تحب تبدل الدولار للدولار يا خويا كنت راقد في امان الله دوكا راح نولو الماريكا فوالا هذا هو البريدج اللي يربط بين ديترويت ولاية ميشيغان وبين كندا فوالا تما الناس اللي تكون في ديترويت تعسوا روحتيكم شوفوا الجي بي اس مليح الى لقيت بلاصة تو كندا غير حبس حبس ولا شوف كيفاش دير سورتو بالكاميو هنايا هنايا تشراكس قال لك ويلكم تو ذا يو اس اي بيور ميشيغان اولي العودة العودة يا اخويا يا اخويا صح اللاين هذا تاع الكوان مش حطويل واخيرا راح توصل دالتنا لاشين شحال طويله تاع الكوامل تراكس اونلي طويله ما تخلص ان شاء الله ما يبطلنا شحنة ثاني باش نعرف نحكموا طريقنا هاد الطريق راهي طويله راهي رايحه لماشر سويسات تما سي بورسا تجوزونا مع هذيك الطريق تقدر تجوز كي تجوز من كندا تربح بزاف الوقت واخيرا خلاص خرجنا صرا لي واحد المشكل صرنا بو سيد اللي كان تاع البوردر كيفاش كان يهدر ما عجبنيش قلت له علاش راك تهدر رود معايا قلت له علاش راك تهدر هكذا وتشالي وقاعد تزايدنا في الهضره وبعد كذا بعد في الاخر قال لك ودي انا تقلق باسكو نورمالمون انتم على بالكم واش ديروا وكذا احنا جينا لهنا بغلطه قال لي انا ما نفعنا باسكو عييت من الناس اللي جو لهنا نقول لهم واش ديروا ما مو بروفيسيونال تعرفوا احنا اول مره نجو بعد في الاخر شغل درونجينا قال لي انا بنت الكرود وانت وكن اكسبكت ثاني بلي كنعرف واش ندير احنا اول مره ندخلوا الحدود المهم العبره كيما دائما نقول لكم راك في تشارك كل يوم تعلم حاجه جديده
اختارك في كندا، اختارك في المكسيك، اختارك تيري برك. المهم سلك راسك وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، والى اللقاء.